السلام عليكم. مدخل مستشفى الحسين في محافظة ذي قار. لا لا مو بس مو بس مو بس مو بس مو بس مقطع مقطع. الساعة اليوم 8/7 الساعة بالثنتين الثلث الظهر. اكو قضية مشكلة معينة صارت احنا نحكيها العدلة. صدق كذب موقف ايجابي سلبي. اكو شخص راح يسولفون للاخوة المنتسبين. شنو القضية صارت والمشكلة اللي صارت واكو جاي يصير مساومات وحرب نفسية وحرب شخصية. اكو ناس تشتغل الجهاد واكو ناس تشتغل عداء شخصي. الأخوة المنتسبين بمستشفى الحسين راح يوصلوا لكم الرسالة وراح نرجع نصور الشخص اللي ماضب هنا. الله شاهد ما عرفه وأمس عنده مشكلة وياه ولحد الآن ما عندي أي اتصال به. بس شفت الضجة وشفت العالم طلعوا ولحقوه ورجعوه طلع لأهله. السبب إقالته من منصبه. حاليا مو وقت إقالة. ماكو إقالة. إعفاء إعفاء. إجازة إجبارية. الآن الوقت حرج. مو وقت إجازة إجبارية الشخص مدير مستشفى. شنو المشكلة يا أخوان؟ حبيبي ما في مشكلة. احنا قاعدين طوابقنا سمعنا مديرنا طالبين عنده إجازة إجبارية. فإحنا إذا مدير مستشفى صار له 3 أشهر 4 أشهر نايم ليل ونهار ويانا. زين احنا بهذا تعبنا باكر هم نطلع هم إجبارية سوي جاي يعطونا إجازة إجبارية كل احنا ويجيبون الخوادر الجديدة احنا نروح. زين لا ما عندنا إشكال يا يجي مدير حمضية ما عندنا إشكال. لا دكتور حسين مدير عام على عيني وعلى راسي. بس ما أعطاه إجازة إجبارية المديرنا احنا ما نقبل. والوقت حرج. يعني صار له 3 أشهر يقولون الاخوه المنتسبين. مو قضيه ابو عباس. احنا مو قضيه احفاء ولا ما وانما دكتور راجي مدير مستشفى الحسين التعليمي رجال مجاهد مو كان ما يوافق الاحفاء يسوي له تمثال هنا لان صار له 4 أشهر صار له 4 أشهر رجال مجاهد. ودكتور راجي انسان مجاهد مجاهد مجاهد. اي واحد خل توصل فكره خليني اقل المحافظ سيدي محافظ اي واحد يتقن يقلل تكريما مفروض نسوي الدكتور راجي تمثالنا بالحبوب لين صار له 4 أشهر ما راح له. انا واحد من عندهم انا وياه والكوادر تمرضه كنا وياه الحد الاربعه الحد الخمسه احنا موجودين. فاحنا ما نقبل باعفاء ما نقبل باعفاء دكتور راجي واحنا وياه ما نقبل باعفاء دكتور راجي ما نقبل باعفاء دكتور راجي ما نقبل باعفاء دكتور راجي. جزاكم الله خير. الاخ اجى لا لا راح اوصل رساله احنا لا 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 بس رساله رساله القاده قاده الجيش الابيض قاده الجيش الابيض خضير هزبر الله يشفيه اوقف عم رساله يلا ان شاء الله راح تنحل المشكله وان شاء الله هذه الايام دخول ضعن الامام الحسين الى العراق وان شاء الله كما ضرب علي بن ابي طالب عليه السلام ابن مرحب وقسمه في نصفين سوف يقسم الامام الحسين واهل البيت كورونا وكما قضينا على داعش سوف نقضي على كورونا. وشكرا الى كل الاخوه المواظبين القوات الامنيه والكوادر الصحيه المواظبين وليس الذين فروا عن العمل في ساحه المعركه الا وهي القضاء على داعش من داخل مستشفى الامام الحسين في محافظه ذي قار مع جزيل الشكر.